خبر مهم يخص كل اللي عايزين يسافروا وكانوا في انتظار فتح حركة الطيران. النهاردة وبعد إعلان الحكومة عودة السياحة والطيران هتكون بداية من شهر 7 المقبل. أعلنت الشركة الوطنية مصر طيران جداول رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة بداية من شهر يوليو، وأعلنت الشركة عن تشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة بقارة أوروبا وأربع نقاط بقارة إفريقيا وأربع نقاط بالخليج والشرق الأوسط وثلاث نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة كوانزو بالصين، وده مع التأكيد طبعا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجميع المطارات. ومن النهاردة ممكن للعملاء ان هم يعرفوا ايام سفر الرحلات وحجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي او مكاتب مصر للطيران. النهارده